قول نعم وخد كرتونه. قول نعم وهتاخد كرتونه اقسم بالله. مايو رايحين القاهرة وتم توقفنا عشان خاطر الانتخابات اجباري، دخلونا 15 مايو الاوتوبيس هو الناس نزلت اجباري عشان خاطر تنتخب وتاخد رقم اجباري يا اما بيت ابوك هيخرب. سيدخل جميع الناخبين الذين يدلون باصواتهم في الاستفتاء على الدستور على سحب في نهاية اليوم على جوائز سلع معمرة وأجهزة كهربائية. انزل وشارك. تعديل 34 ماده من الدستور، ممكن تقول لي سعادتك على ثلاث مواد بس من اللي انت وافقت على تعديلهم؟ يا سعاده البين عملت زي كل الطابور ما عمل، اقسم هنا بصمت. هو حصل حاجه يا باشا؟